my God! Leon, get in here! What are you doing here? علاقة الجدة وأحفادها حدوتة يتقال عنها كتير. الجدة في البيت هي طبيب الأسرة اللي بتعرف مالك من غير ما تتكلم، شخصية محورية جدا، بتسمع وتحتوي ومستعدة تقف جنبك في كل المشاكل والمصايب اللي بتمر بيها وبدون ما تتعب أو تزهق. علشان كده الجدة هي بطلة قصتنا، استعانت بيها زيمبابوي علشان تنقذ الشباب من التقلبات النفسية اللي بيمروا بيها. ولو مستغرب خلينا أحكي لك، زيمبابوي الدولة الإفريقية اللي عدد سكانها 14 مليون نسمة، تخيل عندهم كام طبيب نفسي؟ 13 طبيب بس، حسب تقرير دورية لانست الطبية لسنة 2020. خدمة الاستشارة والعلاج النفسي مشكلة كبيرة في زيمبابوي بسبب قلة الدكاترة وبعد المسافة بين المراكز الطبية والتجمعات السكنية. في يوم من الأيام سنة 2004 فوجئ الطبيب ديكسون شيباندا إن واحدة من مريضاته اللي كانت بتعاني من الاكتئاب انتحرت، وفي سرده لقصتها على مسرح تاد قال إن المريضة كانت بتزوره كل كام شهر هي وجدتها، لأن والدتها كانت متوفية. ولما سأل جدة المريضة بعد انتحارها إيه سبب عدم زيارتهم ليه قبل الحادثة، طلع إن المسافة ما بين القرية اللي ساكنين فيها وعيادته حوالي 200 كيلو، إلى جانب إن أجرة المواصلات كانت غالية جدا. في اللحظة دي فكر دكتور شيباندا إن الجدة كان ممكن يبقى ليها دور، وقرر الطبيب إنه يعمل مبادرة لتدريب الجدات في القرى والمدن على الدعم النفسي لأسرهم وجيرانهم. وبعد سنوات متواصلة من التدريب على برامج الصحة النفسية، الجدات قدروا يكونوا السند والداعم النفسي، وبمعاونة الأطباء قدروا ينقذوا 30 ألف شخص من اضطرابات كتير، وده كان له أثر كبير جداً في انخفاض عدد المصابين بالاكتئاب. قصة ملهمة مش كده؟ فلتحيا الجدات، كبيرة العيلة وكاتمة الأسرار وحبيبة الكل.